حلقتنا النهارده من الملعب الاهلي فيها حاجات كتير جدا، وانا قلت من يومين هي حته عامله زي او حلقه عامله زي زمان كده واحنا صغيرين، كان يقول لك ايه لهوات التسجيلات، تجيب اغنيه قديمه حلوه تربطها في الاذهان بمشاعر كويسه فتحتفظ بيها وتبقى عندك بشكل كويس، وكان يقول لك مثلا الفيلم الفلاني جاي فانت تبدا بالكاسيت الاسود ده فاكرينه، والكاسيت الاسود الصغير ده تجيبه على جنب كده وتجيب شريط فاضي وتبدا تسجل من التلفزيون او من راديو لكاسيت. النهارده كمان تسجيلات بقى كرويه شويه وحاجات يعني، وارجو يعني رجاء الناس اللي تطلع تتكلم علينا او عليا تحديدا يعني، يا عم انا بتكلم في الكوره فرد عليا في الكوره، يعني بلاش التجريح والتهم اللي ما يعلم بها الا ربنا، يعني مش كفايه ان انت طالع علينا، لكن في النهايه خلينا نتكلم في الكوره، فخلينا نتكلم دايما رياضه، خلينا نتكلم دايما في الرياضه. فالنهارده عندنا